هو دفعوا 30,000 جنيه لحساب المستشفى؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يجعلهم من نصيبك. الاثنين؟ ابعد ايدك عن الاكل لما الضيوف تيجي. اياك بس ما يطلعوش زي الدكتور الاخراني اللي طلع ما حلتوش غير سمعته. خالي انا مش ناقصه تقطيم. سيبك منه وقولي لي اخبار اهاليهم ايه؟ مقطعين من شجره. ربنا يجعلهم من نصيبك. الاثنين؟ بقول لك ايه يا خالي، وفر غطتك دي لحد ما الضيوف ما يمشوا. ها اهو وصل. خش اتفضل. ازيك يا ايه؟ ازيك يا اهلا 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 اهلا. هو ده جعفر؟ اهلا وسهلا. اهلا يا نيلة. اهلا يا حبيبي. اهلا وسهلا. اهلا يا ماما. اهلا بيكو يا اهلا وسهلا. خالي الاستاذ علي قورة. اهلا يا خالي. اهلا قورة بيه. اهلا. يلا يا اولاد تلاقيكم واقعين من الجوع، اتفضلوا. طب بس مش تشربوا حاجه الاول؟ ما هم هيشربوا بعد الغدا. واضح ان قورة بيه مخنوق مننا شويه. ما تبقاش متسرع يا خال والد. سلطات بس ولا ايه؟ عازمين ارانب على الغدا. ما تاكلوا يا اولاد، انتوا مكسوفين ولا ايه؟ مكسوفين ايه؟ ده ناقص ياكلونا. لاحظ ان كلامك جارح. قلتوا بقى ان شاء الله. اشتغلوا ايه؟ رجال اعمال. برافو برافو. على اساس بقى ايه كل اللي مالوش شغلانه يقول رجل اعمال. يا عم يلا نمشي. حوض اقعد يا خالي والد. خالي خد دي حوضه من ايدي. بس انت محتاج تغذيه. تسلم ايدك. ده محتاج تغذيه؟ امال بيه محتاج ايه؟ معونه من امريكا؟ ربنا يمسح وجهك. اقعد يا جعفر، ده حتى الخال والد. وبعدين معاك يا قوره. خلاص سكتنا. ايه الصور دي كلها؟ انتوا بتصوروا ببلاش ولا ايه؟ لا بنصور بخف، بنصور بعسل. انا اللي مصور ده كله. لا مش انت، بابا الله يرحمه مصور كتير قوي منها. بس واضح ان التصوير هوايه العيله كلها. لا دي شغله العيله، ما انا عندي المحل بتاعي. لا مش بتاعك، ده بتاع بابا الله يرحمه وانت واقف فيه. الله، ده ما حدش طايقه في البيت كله. الطفايه دي مش طايقاها. اهو لا هيبقى بتاعي ولا بتاع ابوك. قضيه الطرد اللي رافعها صاحب العماره شغاله لغايه دلوقتي، وانت منشفه دماغي. عايز اعرف ماله من 100,000 جنيه؟ حد طايل؟ ما تحضرونا رجال الاعمال. لا عندنا اجتماع. معلش ما تقعد بقى قرفتنا. لما الراجل الكبير يتكلم احترموه، ده انا بشاهدكم. قورة خالي. طب بص عايزين تعالى تعالى بس في موضوع كمان. يا اهلا وسهلا. ده انتم منورين. الله يخليكم. شكرين شكرين جدا. لا مو هذا انا دفعت. يعني كان ضروري تعمل فيها المعلم عاشور وتجيب هدايا باكو؟ مش كنا غيرنا التلفزيون احسن؟ مالك في ايه؟ فرحان في ايه؟ اول مره في حياتي احس ان في حاجه اسمها بيت وعيله وقوره. لا ده مش حوده اللي انا اعرفه ولا انا. احنا محرومين قوي يا جعفر. بقول لك ايه، اخرج من جو الحرمان اللي انت عايش لي فيه ده، ورانا شغل كتير. ولا ليه مزاج اشتغل ونجوع يا اخي؟ مع انك شبه الكمانجه بس ما فيكش ريحه رومانسيه. طب قوم شوف لنا التلفزيون ده ماله يا كاظم. هدى ايه اللي جاب؟ وحشتيني. وكمان ورد. الرومانسيه دي انت لسه شفتي حاجه؟ فكرتني بكاظم الساهر. ايه حكايه كاظم دي؟ طب ودي اللي خليه يبطل كوره. كمان قافل تليفونك يا حودة. ماشي. شوفي بقى يا بنت الناس، انت قلبتي كياني من ساعة ما شفتك. بس احنا ملحقناش نعرف بعض. جعفر كمان بيقول لي نفس الكلام ده. هو انت وجعفر صحاب من زمان؟ من ساعة ما وعينا على الدنيا. وقوره وصالح ده مصمت يا ماما مش مصورات.
اهلا اهلا بالارسال. انت غيرت اليافطه اللي بره ليه؟ يافطه ايه؟ ما اسم المرحوم زي ما هو اهو. لا بس حشرت اسمك جنبه. صلى على النبي يا جماعه، احنا جايين نهدي النفوس. ماشي يا خالي، حسابي معاك بعدين. وبعدين ليه؟ لما انت محموقه كده قوي ما تدفعي 10 بواكي. بتوع ايه دول؟ ضرايب على المحل لما يتقفل. طب وانت ما تدفعش ضرايب من ايراد المحل ليه؟ ايراد المحل؟ اياك مفكرة عمرو دياب بتصور عندنا كل يومين. خالك بيشر لزازة. ما انت لو تلاقي لي دماغك كنا خدنا 100,000 جنيه من صاحب العمارة وخلعنا. انا محل ابويا ما يتقفلش ابدا. انت حرة. ايوه لا تعالى معايا. لا ده لسه واكل حواوش. حواوش ايه؟ هصورك يا عم. شوف زبون صوره بدل ما انتوا عمالين تهزقوا في بعض. يا سيدي وشك عاجبني. الله يحفظك. تعالى بس. والشقة اللي انتوا فيها بقى باسم مين فيكو؟ باسمه باسمي مش هتفرق، انا وجعفر واحد. نصيحة، خلى عداد النور باسمك. نصيحة، خليك في حالك. وشك كده شوية. بسامة لطيفة. دانك لتحت. ايوه استناك الاولى تبان. انت هتقعد تتكلم كده مش هتصور خالص ولا ايه؟ بلاش نفس لو سمح. انت هتصورني ولا هتعمل لي اشعة؟ واحد اتنين تلاتة. يا رب تفرقع فوق. نهار اسود ومنيل. ايوه انا افتكرت مشوار مهم جدا. يلا بينا من هنا بسرعه. يلا انت بكر النصار فلوسنا يا حزين. فاهم الراجل ده ان ملوش فلوس عندنا. بقول لك اهو انت فاهم غلط. انا ما بفهمش اصلا. بالراحه نزل ايدك. انت مش عارف تكلم مين؟ مين ده؟ ظابط. ده ادخل ظابط في مصر. ده مين ده؟ مين ده؟ المؤاخذه يا سعاده الباشا، اللي ما يعرفكش يجهلكش. يجهلكش يعنيش على اسمك. بلاش اللي ادب. يلا من هنا. يلا قدام. اتفضل يا باشا. يلا اتفضل يا باشا. مين ده؟ سلام. هو عباره ده العسل من الباشا. انت هناك واسع يا باشا. عايش اللي مصر. وانت تطلع مين باجي؟ انا ولا حاجه حبيبي. انت فين يا حمد؟ انت تعالى شوف اللي حصل. مش واحد بلدياتك من بتوع ليبيا قفشني في محل التصوير انا وآية، وكانت هتبقى فضيحه في جلاجل. يعني كنت مع آية. طب اسالني الاول ايه اللي حصل علشان كده قلعتني النهارده وقفل تليفونك كمان. ايه ده؟ ايه يا دماغك في ايه؟ مين ده؟ ما ترد عليا كده زي ما بكلمك. مش كان في ميعاد شغل ولا ايه؟ هتنسيك شغلك وصاحبي. تنسيني شغلي اه، لكن صاحبي لا. يا ساتر. طب قوم اعمل لنا لقمه ناكلها. اللي عاوز ياكل يقوم يعمل لنفسه. حاضر ماشي. اخبارها عيشة ايه؟ معرفش. ما وحشتكش؟ مالكش دعوه يا بايا على تقل دمك. كنت تقول ان عائشة جاية. انا معرفش شخصياتها. وانت هتعالجها يا جعفر، دي بنت خالك وانتوا متربيين مع بعض. ما انت عارف يا حدى ده انا مش متربي. طب بس بقى بلاش اللي اتأدب عشان قاعدين اهم. صباح الخير. صباح النور. مين الواد ده؟ علمي. علمي. علمي علمك ايه؟ يعني شبك في دف السنة كنت ماشية؟ لا اصل بابا قال ان واحدة جارتنا سابته له وراحت مشوار. هو كمان سابهولي وراح مشوار. صراحة خفت اتأخر عليك وجبته. اوكي انا بشبع على الواد ده. تعالى يا حوده بص. وانا كمان شكله مش غريب عليا. ايه ده؟ ده هو الواد ده بيتهجر ولا ايه؟ ده بيتمرمر.